أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الوضوء لو غسل رأسه بدل مسحه؟ هل يصح الوضوء أم لا؟ لا، لازم يمسح، لازم يمسح، إلا إذا أدخل الوضوء مع الاغتسال، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يكفي غسل الرأس. أما في الوضوء الذي ليس معه اغتسال فلا يجوز أنه يغسل رأسه، لأن الله لم يأمره بذلك، بل قال: وامسحوا برؤوسكم، فلا بد من مسح الرأس حتى ولو كان في البحر منغمس في الماء، ما يكفي هذا، لازم يمسح رأسه عملا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. نعم.